السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الأيام الأخيرة للغنوجي وحركته، شورى تونس حالة غليان على وقع الاحتياجات السياسية والشعبية، أنت صاحبة ضد حركة النهضة، الزراعة السياسية لتنظيم الإخوان في البلاد من جهة والحكومة التونسية من جهة أخرى، في خصم الأزمة القائمة بين الرئيس السعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان رشيد الغنوجي، تزداد الأزمة بين أطراف مكونات العملية السياسية في الداخل إلى حد غير مسبوق، خاصة بعد وقوع اشتباكات بين المحتجين قوات الشرطة تسببت في تشعال تظاهرات غاضبة في عدة مناطق، واستمرت الاحتياجات الغاضبة في البلاد ليوم الثامن، فيما عمل المحتجون إلى قطع الطرق وشعال العجلات المطاطية في منطقة سيدي حسين غربي العاصمة تونس، وكانت تظاهرات قد اشتعلت لعدة أسباب أهمها وفاة الشاب أحمد بن عمار بعد إيقافه من قبل جوارية الشرطة، وحادث سحل الشاب فادي وضربه وتجريده من ثيابه في حادثة صدمت الرأي العام في تونس. من جانبها شنت رئيسة الحزب الدستور الحر عبد الموسى هجوم حاد على الحكومة خلال جلسة البرلمان التونسي، عقدت أمس الثلاثاء سؤال بعض الأسئلة للوزراء واتهمتها بأنها حكومة فشلة، وخلال جلسة رفع عدد من النواب لافتات المطالبة بإسقاط الحكومة، كتب عليها ارحل يا مشيشي، وقالت موسى في كلمتها أمام البرلمان التونسي، من يدخل قاعة الجلسات الآن من الوزراء سيقع طرده، قائلا لا نريد قبول أي وزير من هذه الحكومة. كانت موسى طلبت برحيل المشيشي والغانوشي وهذه الأيام الأخيرة بين الغنوشي وحركة النهضة، ولا نترككم في عهد العون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.